بسم الله الرحمن الرحيم. في حفل المحامي الجميل في كل شيء الدكتور مخلد علي الصحيمي الذي تشرفنا حضور هذا المساء، ايضا احتفلنا بحضور العديد من الشخصيات المبهجه، ومنهم حقيقه زميلي واخي الزميل العزيز الصديق جدا استاذ عبد العزيز حمدان المهدوي الحسيني العوفي، مدير جريدة الوطن أو مدير مكتبها في المدينة المنورة. هذا الصديق هو أخي، دائما وأنا وياه في مشاوير في رحلات في مناسبات، والله إنه من مفاخر ومن أسباب سعادتي حضوره، ودائما وهو مجمل ومكمل. ومرة أخرى الشكر والتقدير للدكتور مخلد السحيمي على هذه الدعوة، دعوتنا لحضور هذه المناسبة الجميلة السعيدة، والتي نختمها بالدعاء للعروسين بالحياة السعيدة في طاعة الله عز وجل. الله يبارك فيك.